أهلا بكم من جديد. تحت شعار من أجلك أنت، في إشارة إلى المواطن المصري، اختتم الحزب الوطني الحاكم في مصر أعمال مؤتمره السنوي السادس الذي ناقش خلاله إنجازات الفترة الماضية ومشروعات المرحلة المقبلة، مركزا بالخصوص على تحسين الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية لملايين المواطنين، وخصوصا في قضايا المسكن والغذاء والتعليم والمواصلات. وفي الوقت الذي شنت فيه أحزاب المعارضة حملة انتقادات على الحزب الوطني واتهمته بغلق باب الحوار معها، إضافة إلى التقصير في علاج مشكلات المواطنين، بحث المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني تحديد آليات الحوار مع قوى المعارضة. إلا أن البعض رأى أن المؤتمر لم يجب على عدد من الأسئلة التي طرحت بإلحاح في الفترة الأخيرة بشأن المستقبل السياسي للبلاد وانتقال السلطة، فقد أحجم الحزب الوطني عن الإعلان عن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011. وأوضح جمال مبارك أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني أنه لا تفكير في الوقت الراهن في تسمية مرشح الحزب لانتخابات عام 2011، مضيفا أن عملية انتقال السلطة تحددها مواد دستورية لن تخضع للتعديل. فهل نجح الحزب الوطني في تهدئة المخاوف بخصوص انتقال السلطة أم ترك الباب مفتوحا على مختلف الاحتمالات؟ على مدى 3 أيام ناقش الحزب الوطني الحاكم في مؤتمره السنوي السادس عددا كبيرا من القضايا التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي والاقتصادي وإبراز ما تم إنجازه من برنامج الرئيس الانتخابي في الأعوام الأربعة الماضية، ولكنه لم يتطرق أو يجب عن أهم تساؤل يطرح الآن في كافة صحف المعارضة والصحافة المستقلة والشارع المصري، وهو من سيكون مرشح الحزب الوطني القادم للرئاسة عام 2011. الرئيس مبارك أشاد في خطابه أمام الحزب بالشباب الذي أفرز الفكر الجديد عام 2002، وأكد أن المؤسسات باقية والأشخاص زائلون وأن الدستور هو الضمان والحكم. أما نجله جمال والذي يشغل منصب أمين لجنة السياسات في الحزب الحاكم فلم يجب من جانبه عن كافة أسئلة التوريث، واصفا إياها بالافتراضية، مضيفا أن طرح الحزب لمرشحه قبل عامين من الانتخابات سابق لأواني وإن لكل حادث حديث. لكن أنا مش هرد على أسئلة افتراضية. لسنا مطالبين من اليوم إن احنا نقول من هو مرشح الحزب، لأن ده بيخضع لعملية مؤسسية، بيخضع لإجراءات معينة الحزب وافق عليها والحزب أسسها في نظامه الأساسي. وبعدين احنا بنقفز، يعني أرجع مرة أخرى، المجتمع ماشي، ده موضوع مهم وفي حديث حوله لا أقلل من شأنه، لكن إحنا حزب داخلين على عام انتخابي مهم، إحنا حزب عندنا برنامج انتخابي، لابد أن ينصب اهتمامنا للاستمرار في تنفيذ تعهداتنا للناس. تمسك الحزب الوطني وقياداته بأن الدستور والقانون هما الحكم في عملية انتقال السلطة لم يخفف من حدة القلق الذي انعكس في كتابات المعارضة والنخب السياسية. لو انتقلت السلطة في حياة والده هي بتنتقل بجهاز الأمن، بصندوق انتخابات هو مش صندوق انتخابات، بإرادة للناس هي مش إرادة الناس. إنما يوم ما يحصل أنه يرشح نفسه كمواطن عادي مش طالع من بطن السلطة، أهلا وسهلا بيه وعلى عيننا ورأسنا، وبالعكس وقد يكون أحسن من غيره. ده وجهة نظرهم، بس ما نعممش وجهة نظرهم على المجتمع كله. طريقة حسابات وجهة نظر المجتمع ما بتتمش عن طريق ان انا اطلع اقول واحط نفسي وكيل عن المجتمع كله واقول ان الناس كلها عندها هذا القلق. يعني نفي جمال مبارك نية إدخال تعديل جديد على الدستور في مادته 77 والتي تحدد فترة الرئاسة لم يلقى الترحيب من قبل المعارضة. المادة 77 مادة بتقول تأبيد السلطة، اللي يجي تنو قاعد على قلبه كل طوله، بتقول كده المادة، يعني هي بتقول كده. هي كانت في الأول مدتين للرئيس الجمهورية. الرئيس مبارك أول ما جه كان بيقول هي مدة واحدة وبس، وكان صادقا، لكن بعد ما قعد حس إنه لازم يخدم مصر لحد آخر نقطة لآخر يعني لحظة في حياته، ربنا يديله الصحة والعافية.
هجوم قيادات الحزب على جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة فهم منها أنها مؤشر لبدء المعركة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية العام القادم. إذن لا تعديل جديد للدستور ولا تسمية لمرشح الحزب للرئاسة ولا إجابة عن التوريث، أسئلة تطرحها النخب السياسية والمعارضة والشارع المصري لم تجد لها إجابة في هذا المؤتمر السنوي للحزب الوطني الذي أجل تسمية مرشحه للرئاسة حتى عام 2011. رندا أبو العزم، العربية، القاهرة.